تقنين الأخلاق نعني بذلك هو وضع الأخلاق في قوالب قانونية بحيث يترتب عليها جزاء، فمن يخالف القانون يعاقب، ومن يطبق القانون لا يعاقب، وقد يثاب في بعض الحالات. بمعنى تصبح المعايير الأخلاقية لها وازع ولها دافع قانوني، لأن الناس كما تعلم دكتور سالم، يعني إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فلو وقف المحاضر أو الخطيب يعني أياما طويلة وأشهرا طويلة وهو يحث الناس على الصدق في التعامل، على الأمان، على احترام الوقت، على هذه القيم، قد يستجيب ثلة من الناس، لكن أغلب الناس قد لا تستجيب، وهي طبائع البشر سبحان الله. فنلجأ إلى ما يسمى بتقنين الأخلاق، يعني وضع هذه الأخلاق في قوالب قانونية، لأن الناس تخاف كثيرا من موضوع الجزاءات القانونية. خذ على سبيل المثال للحصر، موضوع مثلا موضوع الصدق هذا اللي ذكرناه في بيع المرابحة، هذا الموضوع الآن هو غير مقنن. تخيل لو أصبح مقننا لما وجدت تاجرا يكذب في بيع المرابحة على المشتري. موضوع الإتقان في العمل، موضوع الإتقان في العمل، وهنا بصراحة أركز على هذا. لاحظ في التجارب الغربية أخذوا موضوع القيم الأخلاقية في محور الجد ووضعوها بشكل مباشر. دكتور تفضل. أعد لنا نقطة الإتقان في العمل دكتور. حاضر حاضر. نعم، لأنه صار تقطع شيء في الصوت. نعم، موضوع الإتقان في العمل، نقول دكتور سالم، الإتقان في العمل، نحن كمسلمين، نحن مسلمين الحمد لله رب العالمين، نطبق موضوع الإتقان في العمل حرصا على أملا في ثواب الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، التزام بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. طب الآن كثير من الناس لا يتقن عمله، ماذا نفعل؟ لاحظ التقنين الغربي والتجارب الغربية في الصناعات وفي التجارة وفي الزراعة، وضعت موضوع الإتقان موضع التنفيذ العملي، وهذا شيء مهم دكتور، اللي هو الخروج من الأخلاق، من جانب الحديث عن الأخلاق إلى الجانب تطبيق الأخلاق. الآن على سبيل المثال، في كثير من الصناعات ومن المهن ومن المؤسسات ابتكرت أو استحدثت ما يسمى بشهادات الآيزو، شهادات الكواليتي، شهادات الجودة. إيش يعني شهادات الجودة؟ شهادات الجودة هي عبارة عن شهادات تصدر من جهات معينة، تعطى لجهات أخرى كأنها تشهد أن هذه الجهات تطبق معايير أخلاقية في الإتقان. فنذهب على سبيل المثال، في عندنا بقول تفتخر الجامعة الفلانية مثلا، أو المستشفى الفلاني، أو البنك الفلاني، أو الشركة، أو المدرسة الفلانية تفتخر بأنها حصلت على شهادة الجودة آيزو كذا، أو شهادات، طبعا كل مهنة لها شهادات جودة معينة. أحسنت. طب هو عبارة عن إيش هذا؟ لو نظرنا إلى التشيك ليست أو إلى القائمة التحقق في موضع في هذه الشهادة الآيزو، لوجدنا أنها تبحث عن مواضيع أخلاقية وأساسها إتقان العمل، يعني هل هناك سياسات وإجراءات واضحة في خدمة الزبون؟ نعم، هذه نقطة. هل هناك إجراءات وسياسات واضحة في المحافظة على النظافة في المستشفيات؟ نعم. هل هناك سياسات وإجراءات واضحة؟ هل هناك هذا موضوع سياسات أيضا، موضوع التطبيق، هل هناك الموظفين، الرضا الوظيفي عند الموظفين؟ دكتور، بشكل أو بآخر هذه الشهادات المهنية ترجمة قانونية لموضوع الإتقان. باختصار هذا موضوع الإتقان. دكتور انقطع الصوت الآن. انقطع لكن الآن لا رجع. نعم، موضوع الإتقان. موضوع الإتقان في مثال آخر، في موضوع الشهادات المهنية على سبيل المثال. نعم. يعني الشهادات المهنية في موضوع المحاسبة، في موضوع الإدارة، في موضوع المشاريع، في 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 نواحي كثيرة، حتى الشهادات المهنية في الموضوع الصحي والتعليمي. لو لاحظ دكتور أنه يعني يتلقى المتدرب في حوالي 10-20% حسب نوع الشهادة، يتلقى تدريب أخلاقي. وقد تستغرب، يعني الآن ما تروح على شهادة
شهادة المدير المالي السي ام اي مثلا. هذه الشهادة المهنية عندما تدخل في 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 دراستها تجد انه حوالي 10-20% من الوزن المادة ومن الامتحانات في امتحانات هذه المادة على الموضوع الأخلاقي. وعندما تمنح الشهادة لسين او صاد من الناس يتم مراجعات ويعني يصبح هذا الحامل الشهادة محط اختبار. فإذا حصل لا سمح الله بعد سنة أو سنتين أو 10 سنوات قضية أخلاقية، ممارسة غير أخلاقية من هذا الطرف اللي هو حامل الشهادة، تسحب منه الشهادة. لاحظ الآن كل هذا تحت بند تقنين الأخلاق. يقنن الأخلاق في الدساتير في الدستور. وكلنا نعلم بقصة الرئيس الألماني السابق، يمكن نسيت اسمه صراحة، الذي يعني أقيل أو استقال من وظيفته لأنه أخذ قرضا من أحد البنوك العاملة في ألمانيا بفائدة تفضيلية، فقالوا هذا استغلال المنصب مباشرة. يعني موضوع استغلال المنصب، وسنأتي إن شاء الله تعالى في حديث واضح عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف الإسلام حذر من استغلال المنصب. يعني أنا لو لم أكن في هذا المنصب هل كان سيعطى لي هذا القرض التفضيلي؟ هل كان سيوظف ابني في مكان كذا وكذا؟ إذا لم يحصل لك هذا التفضيل إلا لمنصبك هذا، فهذا لا، فبالتالي هذا لا يصح. المفهوم الإسلامي يقول لك لا يصح، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه؟ والحديث معروف سنأتي. لكن في المنظومة التقنين الأخلاق يجب أن يصبح هذا قانون، وبالتالي من يستغل المنصب وتوضع أشكال واضحة ومفاهيم في مفهوم استغلال المنصب في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ومن يقوم بهذه الممارسات عليه الجزاءات الواضحة الفلانية، هنا تصبح الأخلاق فعلا فاعلة في المجتمع ومقننة بشكل تقول للمحسن أحسنت وتقول للمسيء أسأت.